السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا اخوان بدنا نعطيكم وصفة مرتبة، وصفة مجربة، وصفة 90% مضمونة، قمنا بتجربتها على اشخاص لدغتهم عناكب، لدغتهم نقول حشرات بشكل عام غير معروف مصدرها او شيء. طبعا هاي الوصفة بتشمل الحالات اللي بيصير عندها حفر باللحم، وبتاخد دواء، بتاخد مضادات، بتاخد دهون، ما بزبط معاك ولا اشي. في 3 حالات مستعصيات جدا عنا، يعني اشي بخوف لو شفتوه يا اخوان، اللي هو واحد منهم عنكبوت تمكن من تصويره، عنكبوت بني صغير لدغوة من منطقة جنين. الشاب اسمه محمد جرادات، نزلت عنه على الفيس عندي. قبل لا انسى رح احط لكم رابط الفيس، بتتابعوا صور الشباب اللي تعالجوا كيف قبل علاج وبعد العلاج، على اساس هاي الصور يمكن تكون ممنوعة في يوتيوب. هذول الشباب واحد منهم من بيت لحم ايضا لدغوا اشي ما بعرف شو هو، صار عنده حفر في الاجر وتغمقت حوالي 2 سنتي وبدأت تحفر في اللحم. اخذ 3 اشهر مضادات ابر بدون فايدة. نزلت على الموضوع بنط، ناس بقول لك حط عسل، وناس بقول لك حط طين، وناس بقول لك حط زيت، كله يا عمي على الفاضي. العسل له فوائده في الشرب، له فوائده في شغلات تانية، لكن هاي الحالات المستعصية ادوية ما خلوا محل الا واخذوا ادوية وما طب. طبعا الوصفة هاي ان ما نفعتك ما بتضرك، بس راح تنفعك ونفعت ناس كثير وتحسنوا وانبسطوا عليها بعد 4 اشهر يا اخوان من العلاج. 4 اشهر علاج، يعني فرجاني الزلمة كيس دواء. يعني انا لما شفت الادوية قلت الله يكون في عونه كيف جسمه تحمل كل هالادوية. فيش نوع دهون ما اخده، فيش نوع مضاد حيوي ما اخده، يعني اشي غريب واشي خطير. هاي اللي دغات خطير جدا جدا، لكن هاي قلت لكم الوصفة بدها تكون للي ببلش عنده حفر. انت خد العلاج، خد الدواء، كل شيء تمام، روح المستشفى خليهم يعالجوك. في حال بلش عندك الحفر وبلش يصير عندك اكلان في الجلد، تعمل هاي الوصفة بإذن الله بالطيب. وطبعا أنا بدرس بالعناكب إلي من 7 سنوات، معقدة جدا وصعبة، صعبة جدا، وعم بحاول أعرف النوع هذا شو بيعمل. تمكننا من معرفة بعض أنواع بتسبب تسوس، اللي هو أكلان في الجلد ناتج عن بكتيريا أو ناتج عن سم. ببلش هذا السم يوكل وبروحش، صعب جدا، لكن هاي الطريقة اللي احنا بنقول لكم اياها، سواء كان بكتيري او فيروسي او سمي، محل الحفر حيروح باذن الله. بتجيب مثلا كانت اللدغة في الايد او في الاصبع، بتجيب الميرامية، الكل بيعرف الميرامية يعني نبتة رخيصة الثمن بشكل بتشتري ضمة. بتغلي الميرامية بالمي منيح، بتتكي العيار الميرامية، بتخليها يعني يدوب بتصير المي تقريبا سودا على شكل اسود من الميرامية. وبعد ما تغلي الميرامية بتدير الميرامية بجاط، طبعا يعني بدك تحط جاط قدر انت كيف بدك تحط ايدك، تعمل مغطس لهون شايفين. وبتجيب ديتول، بتحط نص فنجان ديتول داخل الميرامية، يعني بتخلط الميرامية مع الديتول وبتنقع كل يوم مرتين لمدة ربع ساعة. ببلش ان شاء الله بعد 4 5 ايام بتشوف النتيجة، ببلش الالتهاب يروح يخف، في نوع بيكون ابيض مثل المدة ببلش يخف، ببلش اللحم يضم، ببلش الجروح يلتئم، لكن راح يبين علامة مثل الحرق، هاي مو مشكلة بتبين، لكن المهم انك تتعالج والطيب. إذا كانت اللدغة بالإجر برضو مغطس،
واذا كانت في ناس عندهم بتكون اللدغات مثلا بالكتف او بالجسم، بتروح على بانيو المي، بتعمل البانيو بتحط فيه نص مي وبتحط معه المرامية المغلية، يعني بتحط مش ضروري تفلله فل، تقدر انت تنزل في البانيو لجسمك لفوق شوي وتنكح حالك لهون، وبتحط عشان اذا بتكون المي كثيرة بدل نص فنجان خليه يكون فنجان او فنجانين ديتول مع المي والمرامية، وان شاء الله راح تبدأ تشفى من بعد يوم يومين، لكن بدك تستمر، ممنوع توقف حتى يلتم الجروح وبتكمل دواك بشكل طبيعي. لكن مثل ما قلت لكم في ناس لهم 5 أشهر بياخذوا في الدواء ما زبط. طبعا اللي بده يشوف الصور اللي هي العلاج موجودة على صفحتي، أنا كاتب عنهم على الفيس، بحط لكم رابط الفيس على الفيديو على الوصف، عشان في صفحات كثيرة باسمي مزورة، وبتفوتوا بتشوفوا كيف نجح العلاج 100% ومليون بالمية. زي ما قلت لكم في قرص بكون بسيط، في كثير ناس بصير عندها بالقرص مثلا العناكب بتبلش القرصة تبين احيانا بعد 24 ساعة وبعد 12 ساعة، يعني انت بتنكرس بتروح المستشفى، المستشفى بتعمل معك صح، بتعطيك ابرة، بتعطيك دكتة، بتعطيك اشي استازيل، بتعطيك ادوية، لكن بعد 12 ساعة بصير محل القرصة ببلش يطلع فقاقيع بيضة، ببلش حفر، بلش انت فورا اعمل الوصفة هاي اللي بقول لك عليها قبل ما يكبر الحفر في الجلد. العناكب بشكل عام اخوان، او في ذبابة عنا بسموها ذبابة ريحة او شو بسموها اللامشينيا اشي زي هيك، تعمل الحفر. هذا العلاج بشمل كل انواع الحفر. طبعا يا اخوان هاي بتشمل معظم حالات اللدغ اللي بصير محلها بعد العلاج، يعني بعد ما تاخذ دواء وتخلص او تخلص كورس الدواء، بعد ما تاخذ الدواء وتخلص او تخلص كورس الدواء بصير عندك مدة او اللي هي اكياس مي بيضة بيطلع محل القرص، او اذا كانت مثلا اي قرصات بتبلش عندك ما ينكشف الجلد ويصير يمشي ويتوسع، بتساعد كثير وبتخفف من كتر الدواء. لكن انت زي ما قلت لك كمل الدواء اللي بعطيك اياه الطبيب، انا ما لي علاقة فيه، لكن هاي زي ما قلت لكم وصفة ممتازة، وإن ما نفعتك ما بتضرك، زي ما قلت لك كمان مرة، 2 أقوى 3 حالات مستعصية من 4 أشهر الحمد لله تم علاجها بالوصفة هاي 100%. نزلت أنا أسماء الشباب وشو بيشتغلوا وكيف متابعة حالاتهم، كيف لما بلشنا العلاج وكيف بلش يخف، والطريقة زي ما قلت لكم النقع ربع ساعة مرتين باليوم. الميرامية فيها مادة غير انها معقمة بتساعد في بناء الانسجة. 2 اذا كان الحفر بسبب سم مثلا، الايد بتفشفش وبتبلش تطلع هاي المادة السامة، ببلش الجروح عندك طيب. الديتول معقم قوي جدا، بقتل اقوى انواع البكتيريا والفيروس، او بس في الاغلب بكون الالتهاب بكتيري. طبعا يا اخوان قبل سنة في طبيب من الاردن حكى معي لدغوا اشي بالسيارة ما بعرف شو هو، كان عنده حفر قوي في اللحم وغميق وسيع، وطبعا قال لي انا يعني طبيب قلب لكن انا ما بعرف بالشغلات هاي، وماخذ دواء ما زبط معه، اعطيته الوصفة هاي رجع 100% شركة. النقع يا اخوان مهم جدا، الدواء ممكن يساعد في الجسم بالدم الاشي الخفيف، لكن مكان اللدغة بالذات الدواء احيانا ما بجاوب. وفي كمان قبل 3 سنين شخص كان يتعالج في مستشفى هداسة
وكان الاشي عنده يزيد ويعطوه مضادات ونيموه، ما زبط معه. الوصفة هاي زبطت معه 100%، ممتازة جدا، ويعني تقريبا انا مبسوط من الوصفة هاي، وما حبيت احكيها، كنت احكي عنها على الخفيف الا لما تأكدت السنة هاي كمان على 3 اشخاص، وفي كمان حالات متوسطة برضو رجعوا تمام لمني انا تأكدت يعني تمام. واذا كان اشي تاني عندك بيختلف عن اللدغات، يعني ممكن لدغة حشرة او من زي ما بيقولوا عن هاي الذبابة، جرب يعني، ان ما ساعدتك ما بتضرك، لا تخاف. طبعا انا كنت متابع مع الشباب اللي، طبعا هذول الشباب كان عندهم يأس وعندهم احباط نفسي شديد جدا يا اخوان، كانوا محبطين وفاقدين الامل، لكن بعد ما جربوا الوصفة رجعت نفسيتهم تحسنت وانبسطوا، وبيبعتوا لي كنت كل يومين اخذ صورة، كل يومين صورة عبين ما شفت التقدم. طبعا في واحد كانوا كل، كنت احس بحركة قوية لما كنت انقع، قلت له معلش بس استمر. اذا كان البانيو لك غلبة بالمرامية في مكان اللدغة بامكانك تجرب الديتول لحاله بدون مرامية بيمشي حاله، لكن اذا كانت في ايد وجاط الافضل انك تغلي المرامية وتساعد في المرامية. ومرة حجة من قرية بيت ريما قرصتها حية في جرها، لكن كانت كبيرة بالعمر، صارت اجرها سودا وصارت سمرة وصار زي اللي بده يصير معها غرغرينا. استعملنا معها 3 اشهر النقع، والحمد لله رجعت اجرها 100% شركة. طبعا هاي نزلت لها فيديو الحجة، وزي ما قلت لكم يا اخوان بتشوفوا الصور وانتوا بتقارنوا بنفسكم كيف طريقة العلاج تاعتي هاي كيف نجحت، واتمنى السلامة للجميع وان شاء الله ما تشوفوا شر.